الأوضة الجديدة بتاعتي يا مانتي. مانتي ما فيهاش راجل حد للشو يجي يلعب معايا فوق. ايوه يا بيج وحشتني يا بيليا. وانتي كمان بقالك كتير ما بتجيش المنطقه. جبتي بقى ليه كده؟ يعني ليه كده؟ ليه كده؟ عارف امي ما كان امك ما عشان كنت في اوقات تقولك روحتي فايد روحتي فايد بصراحه. كنت في الساحل الشمالي بصراحه. انا عايزه اعترف لك بحاجه. ايه؟ انا رحت مع فؤاد شرم الشيخ. كبيره دي كبيره. اللي انت قلتيه ده اللي انت قلتيه قولي تاني. اسمع وترتر ودينك. بيليا مالكش دعوه بورده. بيليا ورده دي تخصني وجت معاها شرم الشيخ وعيشنا احلى اسبوعين هناك. لكن لما انت بتطلع في حياتنا بصراحه بنكون زهقانين ومخنوقين. يا بيليا ممكن تبعد عننا وتسيبنا في حالنا براحتنا؟ ايوه صح يا فؤاد. صح تقولي صح يعني جاي معاه. انا كلمه غير كلمه اقولها وانت برضه هقولها. بعتيني رخيص خاينة ماشية بترخيص بيها وعاملة فريشتيش. كفاية بيليا كفاية كفاية بيليا. بعتيني رخيص يا خاينة. كفاية كفاية خاينة. أموت من هيوت يا خاينة. يا معفن امشي من وش يا فؤاد يا شعبولة عشان ما نزلتش تحت اضرب ابوك وامك. خلاص يا بيليا. وردة اسمعيني على تحت في الحوش ماشي. تنسيش يا وردة اللي بينا وبيليا دوت الاريا بتاعنا. ده بصيت للواد. اريا بصيت لينو. ماشي يا مرة. الو الو تعالى يا شعبولة. ايه يا بيليا انت عارف ابنك بيعمل ايه في القش؟ عمل ايه؟ انزل وانت تعرف. يا نهار ابيض انزل. انا شفت كل حاجه بعيني. مع البنت اللي اسمها فراشه. ورده. يا نهار ابيض البنت اللي بتاعت النسوان اللي بتاعت الرجاله اللي بتمشي مع الرجاله. يوه عارف اكيد انت راجل مهزه يا شعبولة وما ربيتش ابنك. وابنك لو شفته في الشارع هطلع انت الدين عن اسمع صديقي قطر تيت 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 تسمع مش سمعنا شو ترقين عدي امي اللي يتكلم مع تاني ولا لا خلف بيت امي اللي يتكلم مع تاني بقى. يلا عدي مين اللي قام الخشب ده هنا هنا عدي قدين الغرب بقى. ايه مين ده انت منين يا ايه على فين يا ولد انت ولا عدي تحت تحت بيه تحت بيه تحت بيه تحت بيه تحت